خير مشاهدينا الكرام، انتم اللي تحقتوا بنا اليوم في فقره صحه ولهنا. اليوم حبيت نطلع عليكم من هنا، اليوم جيت نشوش شويه على شاف وسيله. يلا خلوني نصبح عليها مشاهدينا حامي وعليا يا نشبي. لا راكي شاف بالخير سميه، ودائما طلتك يعني زيد في الفقره كذلك، ومرحبا دار دارك كما يقولوا. بيك شاف الله يخليك، جي من هيك ولا تجي منا كيف كيف انت. الله يخليك بيك شاف. يسلمك يسلمك. اليوم جيت نشوش شويه على الشيف لانه شفت مكونات بزاف، جيت نشمشم شويه. اليوم عندك وش نعرف؟ نعم اليوم ربما راح انا اليوم ربما نقول لهم الطبق، راح نزوروا ولايه بسكره. صحيح نحيوهم. نعم تحيه لناس بسكره، يعني اليوم راح نبقاو في الجزائر. ربما كيقولوا بسكرة نعم، ربما كيقولوا بسكرة جينا في بالنا ربما شخشوخة بسكرية. ما كاش غير شخشوخة، كاين عدة أطباق الله يبارك فيك. وطبق معروف معروفة به ولاية بسكرة صح، اللي هو الدبارة. أنا رايحين نديروا الدبارة البسكرية، يعني كل واحد كيفاش حتى عندها حكاية، يعني كيفاش احتاج هذا الطبق. هي بدات الأصل تحاول كانوا يديروها بالفول، ومن بعد ولاو يديروها بالحميصة ثاني، ولات وانتشرت. ولو حتى الأجانب سومية كيجوا يحوسوا ياكلوا الدبارة، تلمون اللي يعني دارت صدى كبير. حتى الناس اللي كيجوا الأجانب صدقيني يقول لك عندكم الدبارة، حبينا نذوقوا الدبارة، حبين يعرفوا. يعني هما كيجوا يحبوا يستكشفوا الاطباق بيان سور تاع هذيك المنطقه ولا، فبالتالي دارت صدى كبير ولا الناس كامل هي ولا الزفيطي ولا، يعني الله يبارك ما شاء الله على اطباقها. ولات اكله شعبيه اكيد، هي اكله تاعهم شعبيه تقليديه لانه عندها حتى الاصل تاعها كيفاش بداتيتو. لكن احنا ديما كيما نقولوا اون توش، يعني كل شيء شويه شويه شويه، نقدروا ما نضيفوا لها بعض الاضافات ولا، لكن نقعدوا دائما في انها دوباره بسكريه. نعم هذه هي. تبداو المقادير اكيد على عندي هنا السوميه كيما نقولوا الفول. وعندي الحميصه، هذا المكونات الاساسيه تاع الدباره. نقدروا نديروهم شوفي جوستمون، نقدروا نخلطوهم في زوج مع بعض. ولا كاين الناس كاين اللي ما تحبش الفول، تقدر ديرها بالحميصه جوستمون. انا في جالك درت الحميصه، شفتوا مشاهدينا وجيت تشوش عليا حق الخير. من القلب والله من القلب، شكرا شاف. هذه هي اذا، وللناس اللي يدوم المحبه يسلمك يا عبودي، محبتنا كلنا كعائله. صباح ان شاء الله يا رب. نعم اذا، وعندنا كذلك اللي الناس تحب الفول تقدر ديرها بالفول، واللي تحبهم في زوج يلا تخلطوهم في زوج مع بعض. فوالا سميه، مكونات الاخرين اللي يجوا فقط باش يعرفوا نغلوهم غير في الماء والملح. نغلوهم هذا ما كان، نغلوهم في الماء باش يعرفوا انه في بسكره عندهم الماء تاعهم ديجا مالح، باش نعرفوا صافي يعطي الصح، يعطيها تعطيها نكهه خاصه لانه ديجا الماء تاعهم مالح. لكن حنايا ما عندناش الماء مالح، فنديروا شويه تاع الملح وحنفهمكم انا واش باش انا حنمرق. نعم عندي هنايا حشيش ومعدنوس الاثنين الاثنين. عندي طماطم كيما راهم يشوفوا مكعبات صغيره، مقطعه الى مكعبات صغيره. عندي شويه طرشي فلفل اخضر، وانا حبيت نزيد شويه فلفل احمر باش نعطي الالوان الالوان. فوالا عندي شويه حار، لازم دوباره حاره. فوالا عندنا الليمون ضروري. عندنا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره مع ملعقه كبيره ونص تاع الهريسه. نعم والناس اللي ما تاكلش الحار هي تجي حاره يا هكا، ما توليش دوباره الحاله راهي سبايسي. اسكت بقى. وعندي هنايا الثوم كذلك مفروم مع شويه فلفل دريس. نعم هكذايا. وعندنا هنا في التوابل هاكي شمي هذا تصيبيها كمون. درجه اولى درجه اولى فلفل احمر. فلفل اسود وشويه راس الحانوت. راس الحانوت فوالا راس الحانوت. عندنا الملح بيان سور وزيت الزيتون لازم يكون. شوف واش قلت عبود، راس الحانوت طرح لها اليوم. راس الكمون يغلب اليوم. الكمون اليوم غلب. اي مع الشتاء، مع الشتاء حاسه الشمطة سميه شويه تهرب. وعندنا زيت الزيتون ضروريه كذلك لازم تكون، علاش خاطر الدواء كما قال لك راهي سبايسي راه حاره حاره، صافي لازم زيتون تقتلنا شويه الحار. نعم سي ان بونسمون ليستوما تاعنا كما نقولوا. وهنا عندي الماء يكون سخون اللي غليت فيه الحميصه. تحبوا تمرقوا بالماء تاع الفول، يعني ما نمرقوش ما واحد اخر اللي نغلو فيه. تخيري تحبي ما تاع الفول ولا ما تاع الحميصه. انا خيرت الحميصه خاطر الفول قاطع والحميصه ومليح لي خيرتي الحميصه. هاي خلاص خيرت الماء تاع الحميصه، ودائما انا نحب نكهو بشويه قارص وشويه حار. الله لداخل فوالا. نبداو على بركه الله سميه. نعم فوالا نجي هنايا من بعد شفنا نرحيوها ولا لا 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 نعليوها حتى
راك تشوفي ساهله ما فيهاش كامل حاجه كبيره يعني في التحضير تاعها. هاي تخبي انا سي لافخومي حنا كل حنا نذوقها عمري ما ذقتها. جاتني شويه غريبه انا كليتها في بسكره. لا بلي شوفي راح راح ديريها وراح تعوديها. انا على بالي راح ندير حتى شوف وسيله مليحه في الشتاء يعني هي معموله للشتاء. عبوديه طبختها باسكو فيها الحار تجي سخونه وحاره وعبك في الشتاء مليح الحار يعني في بزاف فيتامين سي اكيد فراح يعني حتى يعني المناعه تاعنا يعني مش كعشاء راح ندوزوهم في بعضهم. سيده وسيله نعم هي مليحه كغذاء مش كعشاء بيان سور ولا غير ولاو الناس ياكلوها يا عبود نديروا حاجه نديرها كي الفول هيا خلاص هيا شدي هيا نبدلوا ونعطيك مغرفه صحه خلوها إذا هنا شوف حطينا الحشيش حطينا الحشيش والمعدنوس هنا نخلو شويه باش نشبحوا سورتو كي مضروبه على التشبيح عطيني طماطيش ندير هنا ونعطيك ديري تما ياك نزيدو نديرو طوماطيش هكذا نزيد نطبق تاع الحميصه دوباره ديري عيني ديري شوف ديريه كامله اللي نعطيها لك حطيها كاع حتى الماء تاعها الفلفل بيان سور هو الصح نديرو الفلفل نقول للشيف وسيله، الشيف وسيله انت مع انه نعصرنوا المطبخ الجزائري ولا يبقى فقط تقليدي؟ لا انا خليه المطبخ الجزائري ما نعصرنوش، انا ضد وهذه كنت نقولها في اللقاءات ولا الحوارات ولا لا، خاطر علاش عبود؟ المطبخ الجزائري راهو يعبر عن الهويه الجزائريه، فبالتالي قد ما يطولوا يقدام راح الطبق يكون عنده بلوس دو فالور يعني قيمه كبيره، كيفاش طبق شعبي تقليدي ما تبدلوش خليه على اصله، حبيت عصر نعصر لكن في امور اخرى، لكن ماشي مثلا نعطيك مثال متوم نروح ندير في البوله تاع الفرماج ونقول لهم هذا متوم، انت بدلته كليا هذا ما راهوش متوم. حتى الاسم يتغير يعني. اكزاكتومون، فبالتالي ما لازمش، انا ضد يعني الناس اللي تروح تدير هاد الامور وبعدها تقول لك علاش راهم يسرقوا لنا الوصفات علاش انتم راكم تعطوهم لوكازو باش يسرقوا لنا الوصفات لانه انا ما عرفتش نحافظ على هذاك الشيء الاصلي ديالي فما بالك انا نخلط فيه كما نقولوا يعني بكل صراحه من بعد نروح نحاسب ناس واحد اخرين ونقول لهم انتم راكم تسرقوا لي انت عطيت له الفرصه صحيح هذه هي شايف انا كنت حاضره المهرجان كان بعنوان عصرنا الطبخ الجزائري كانوا يقدموا الاطباخ التقليديه ويقدموها بطريقه عصريه لكن عديد من الناس خفقوا في هذاك الامتحان لانه بدلوا المكونات كان من سبه النجاح في هذاك المهرجان او في هذاك الامتحان انك تخلي الطبق كما هو بمكوناته الاصليه هو اكيد لا طبق تقليدي طبق تقليدي في الدريسين كانت العصر انا معليش كما قلت كلما ندريسي حولك ماشي المتوم اللي بولا تاعو تروح تعمر تحشيهم يعني بالفرماج ومن بعد تقول لي هذا متوم هذا ماشي متوم انت غيرت كل شيء ومن بعد تقول لي الناس راهم سرقوه لنا وتجي تدافع ما عندكش الحق انت اصلا تدافع لانك انت كما نقولوا راك مساكريت هذاك الطبق انت اللي ما خليتوش حتى اسمحي لي فقط شاف حتى ربما لما راني نحضر معاك ربما بعض الوصفات ربما نقول لك علاش ما نضيفوش تابل معين ولا راكي دائما تقولي لي يتغير حتى اسم الطبق انا كنت نضيف توابل حتى ربما المذاق ديالو يتغير صح فبالتالي ما تقاش قلت لك الوصفات التقليديه لازم نحافظوا على المكونات تاعها والتوابل تاعها على اصالتها اكزاكتومون نعم هذه هي لازم انا ضد يعني ضد هذه الفكره ما نحبش واحد يجي يخلط ومن بعد يقول لك لا راهم داونا لا ما داولك والو انت عطيت لهم لوكازون باش يدونا صح عطينا الفرصه هي. عندك الحق وكذلك انا ضد الناس اللي مثلا يديروا طبق يعني بسيط يجيبوا مكونات داخليه يزيدوا على هذاك الطبق مثلا كيما نقولوا حنا كران الكران المعروف انه يخدم بالماء والحمص فيزيدوا عليه الحليب والفرماج شاف هذه اضافه زياده يعني لا زياده شوفي ما لازم تتغير حقيقه تتغير يزيدوا عليه البن الذوق يتغير اها لا نسيت دوك هنايا المرحله الاخرى نحطوا الماء هذاك اللي قلنا تاع الحميصه تاعنا شتي كي تخلطي شوفي غير الريحه واحد الرائحه راهي تطلع من الكرام شهيناكم في الجنه انا شوف يقدروا يديروا مكونات خلاص طابت هكذا طابت خلاص لا طابت سميه عمرنا نعاودوا نعملوها لا 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 اختي هاي طابت سايدو كنخلطوا مليح باش هذيك المكونات واللي زيت تتجانس مع بعض ويتلقوا البنة تاعهم الجميل عندنا في مشاهدينا الكرام انه دائما يعني وسيله تجيب لكم يعني ربما اطباق حسب الوقت يعني ما تجيب لكمش ربما اطباق بعيده عن الموسم بالعكس تجيب لكم صح. دائما كل ما يتناسب مع الموسم كما راكم تشوفوا انا يعني هذه الايام رانا مع الاطباق الخريفيه اللي فيها تدفئه صح صح نشوفوا مثلا اليوم الدبار هذا يعني ربما طبق يتحضر في الخريف والشتاء صح بيان سور ولا قلت لك تلمون اللي
بنينه، الناس ولات يعني تتهافت عليها ولاو يحبوا ياكلوها، لانه حتى ندريسي هنا، انت ديري تاعك هنا وانا ندريسي هنا، خاطر خفيفه عبود ما فيهاش هكش مكونات جد بسيطه، لكن عندها بنه ولا اروع صدقني، يعني يقولوا الناس يحبوا ياكلوها. والله هكذا نحطوهم في الفخار. ما كاش كيما الفخار في الطبق اليوم. هي من جبت لكم دوباره يحب الحميصه، يدير الحميصه كيما انا، وتقدروا تخلطوهم مع بعضهم ثاني. وتكون سخونه. نعم سخونه، لانه الماء كان سخون، المرق سخون اكيد. شوف هذه نغمسوا ولا ناكلوها بمعلقه كيما حبيتي، حبيت غمسي غمسي، تحبي انا اللي نخبي لك حقك. يا سيدي انا راهي مخبيت لي. اه وي انا اللي قلت لي اسمي صحيح زهره، تستاهل تستاهل صحن دوباره. هكذا نجيب هنا غير شويه تاع الحشيش. انا اول مره كليت الدوباره كليتها في بسكره وما قدرتش ناكلها من كثرة لي سبايسي، يعني صحاره بزاف حاره. هكذا هاكي زيدي شبحي. فوالا الصحه، خفيف ظريف. لا لا هذه هي شاف وسيله وزميله سميه سيرفيس رابيد. نحب تحب الحشيش هذا تاعك، الحشيش والمعدنوس. هذا تبسي تاعها يتهلط فيه، هذا تبسي تاع زهره اليوم. زهره تاكل غير الحشيش. نحب نخبو هذا يوم زعما تهلط فيا. نعم فوالا، الله يديروه منا مع خوه. نعم فوالا، كما راكم تشوفوا مشاهدينا الطبق تاعنا هاوليك راه حاضر. عندنا الدوباره بالحميصه وبالفول، وكذلك دا اللي الناس يتحبهم في زوج، نقدروا حتى نخلطوهم مع بعضهم. واش نقول لكم ولا اروع، ما فيش اسهل من هذا مشاهدينا الكرام. تقدر حتى ربات البيوت ربما يعني لافاي قبل بنهار تغلي تحضر تقطع هذوك المكونات كامل وديروا للاطفال، ديروا زياده. فوالا كما راكم تشوفوا هذه هي.